بسم الله الرحمن الرحيم. Good afternoon or maybe good evening to all of you after four weeks. My speech is going to be in Arabic. سعادة رئيس المؤتمر المهندس محمد الرمسي معالي الامين العام لاتحاد دول الاتصالات السيدة دورين بوغدن مارتن سعادة مدير قطاع الراديو السيد ماريو منويتش أصحاب السعادة الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهنيكم بهذا الختام الناجح للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه. واهنئ العالم بالنتائج التي توصلتم اليها والتي نرجو ان تكون فاتحه خير لمرحله جديده من التطور في قطاع الاتصالات عموما والاتصالات الراديويه بوجه خاص وان يكون لها انعكاسات مهمه في مسيره التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمه الانسان. في هذه اللحظات التي نختتم فيها المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه 2023 لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا الحدث ليكون محطه مضيئه اخرى في مسيره الاتحاد دول الاتصالات عن طريق الاهداف الانسانيه العليا. لقد امضيتم اربعه اسابيع من العمل والتشاور والتحاور في التفاصيل. من اجل الوصول الى ما وصلنا اليه من قرارات مهمه. وفي نهايه المطاف نجحتم في التاسيس لمستقبل زاهر من التقدم في العديد من الصناعات والقطاعات، استنادا الى ما توصلتم اليه من تحديثات وسياسات وترددات. ووفرتم بذلك زخما جديدا لمسيره التحول نحو المدن الذكيه، المدعومة بالجيل الخامس وإنترنت الأشياء والاستغلال المستدام لموارد الفضاء ومجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي السيدة والسادة السيدات والسادة إن كل عبارات الشكر والثناء لن تكون كافية للتعبير عن تقديرنا وامتناننا للجهود التي بذلت من الأطراف كافة من أجل الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية وفي هذا السياق انوه بالجهد الاستثنائي والدؤوب لرئيس المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه واشكره باسمكم على ما قام به على مدى شهور من العمل حيث كان ينتقل من قاره الى اخرى ومن بلد لاخر حضر خلالها الاجتماعات التحضيريه وتواصل مع المجموعات الاقليميه ليعود بعد كل رحله مستبشرا بنجاحه في بناء جسر جديد من التفاهمات التي شكلت في مجموعها ضمانا لتحقيق النجاح الذي نحتفي به اليوم لقد استطاع أن يصل بنا إلى نهاية المؤتمر بنجاح فائق وكل ذلك ينسب لحكمته وقيادته الفذة وحيادية وحدي وحدي وحيادته في جميع المواضيع المطروحة فلطالما عرفته برجل المهام الصعبه والاسابيع الماضيه هي خير دليل على ذلك فلك منا كل الشكر والتقدير والثناء. اننا ممتنون كذلك للاتحاد دول الاتصالات متمثلا بقيادته الرشيده من الامين العام ومدراء القطاعات وفريق العمل لاتحاد دول الاتصالات جميعهم بلا استثناء. وستبقى هذه المنظمه احد الاعمده الرئيسيه في احلام البشريه بالازدهار والتنميه المستدامه والتطور المتواصل. ان النجاحات التي حققها الاتحاد على امتداد مسيرته والتي تكللت بهذا المؤتمر الكبير تجعل من الامتنان والشكر واجبا علينا جميعا. تجاه القائمين على الاتحاد والعاملين فيه بشكل عام. وبطبيعة الحال، فان الشكر واجب كذلك علينا تجاهكم أيها الأخوة والأخوات من دبي الدول والمنظمات لما تمتعتم به من روح إيجابية طوال مداولات المؤتمر والجلسات المتعددة. إنما تحقق اليوم هو حصيلة جهودكم على مدى أربعة أسابيع. ولذا نتقدم اليكم ببالغ التقدير والامتنان ونتمنى ان تنعكس نتائج المؤتمر بالخير والنماء على دولكم وشعوبكم وعلى العالم كافه. كما اتوجه بالشكر والثناء الى مركز دبي التجاري، هذا الصرح الذي احتضن جميع فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات على اختلاف احجامها. وكان في كل مره يبرهن انه اهل لمعاني الاقتدار وها هو اليوم باستضافتي المؤتمر العالمي للاتصالات الراديويه يقدم قصه نجاح جديده يستحق عليها الشكر والتقدير ان وراء هذا النجاح يالساده اشخاص لا سبيل لحصرهم وذكر اسمائهم من هنا اسجل باسمكم تقديري واشادتي بكافه الفرق التي عملت في مجال التنظيم والاداره والتنسيق والاعلام والتصوير والترجمه والعلاقات الدوليه والدعم الفني والخدمات المكتبيه والترتيبات الاخرى. لقد كنتم جميعا فريقا واحدا متناغما متازرا وما نراه اليوم هو ما هو الا حصاد جهدكم ومثابرتكم فلكل فلكم منا كل التقدير والثناء. كما أشكر الرعاة وأخص بالذكر شركة اتصالات إي e أند وشركة دو لدعمهم لهذا المؤتمر لقد اجتمع بين جنبات هذا المكان أكثر من أربعة آلاف شخص ينتمون إلى مئة وثلاثة وتسعين دولة ويجسدون بحضورهم ما يمتاز به عالمنا من تنوع ثقافي وعرقي وديني والحال خارج هذا المكان لا يختلف كثيرا فدوله الامارات تفتخر بانها نموذج مصغر عن هذا العالم بما فيه من تفاعل وتعايش وتسامح وتنوع ان هذا التناغم والتشابه بين مؤتمركم ومجتمع دوله الامارات يدفعنا للامل بأن كل واحد منكم قد شعر أنه في بيته. لقد سعدنا كثيرا باستضافتكم بيننا طوال الأسابيع الماضية، كما نتمنى أن تكونوا قد سعدتم بوجودكم بيننا. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.